أنا اسمي جوانا، وأنا أتحدث عن طعامي التقليدي في باكستان، الهلوى بوري. الهلوى بوري هو طعام الإفطار من باكستان. الهلوى الفخير هو وجبة الإفطار. باكستانيات تقليدي تتميز الباجين الكلي الزيت وشرب السكر والزيت يتم دمجة مع الكسرات مثل الفستق الورز. البرياني وجبة الغداء والعشاء. برياني مصنوع من التوابل والأرز والدجاج وأيضا لحم البكير والكريبسة والسمك، وكذلك مع خضرة وبيض. النهاري هو فسان من التقليد البكري أو اللحم، أيضا التهو ببتاع أو نخل الخطان.